رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على حرص جلالته ورعايته الكريمة للعمل الخيري والإنساني واهتمامه بالأيتام والأرامل وجميع المحتاجين، مثمنا سموه الدعم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. جاء ذلك خلال حفل المزاد الخيري المنظم من قبل المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع مؤسسة سوفرن الخيرية الفنية والتابع للمعرض الفني الخيري الرابع الذي تم خلاله بيع اللوحات الفنية الفائزة للطلاب المشاركين. وأشار سموه إلى أن مثل هذه البرامج تعزز الشراكة المجتمعية وتنشر ثقافة العمل الخيري في نفوس الطلاب لتعزيز روح التضامن والعمل الخيري في مملكتنا الغالية وفقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى. وقد ثمن سموه التعاون الكريم من قبل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سوفرن الفنية الخيرية. الشراكة المجتمعية وتشجيع العمل الخيري كانت من أهداف المؤسسة الخيرية الملكية، وهذه الأهداف ترجمت من خلال المزاد الخيري المقام من قبل المؤسسة وبالتعاون مع مؤسسة سوفرن الفنية الخيرية وبشراكة من وزارة التربية والتعليم وجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بهدف غرس حب العمل الخيري في نفوس الطلبة والطالبات تحت مظلة استراتيجية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في الاهتمام بأبناء البحرين، وضمن اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشباب البحريني وتوفير البيئة المناسبة لتنمية المواهب والهوايات والارتقاء بالمواطن. الهدف من هاي توفير المال لصالح الأيتام لخدمتهم في مجال الصحة، في مجال التربية، في أي مجال ممكن. أيضا تشجيع الطلاب على ثقافة العطاء وعمل الخير. تعتبر هذه النسخة من المزاد هي النسخة الرابعة، ففي النسخ السابقة تجلى كرم الشعب البحريني وحبه للعطاء ومساعدة المحتاجين، فقد تم تقديم لأكثر من 5000 يتيم ويتيمة خدمات صحية وتعليمية بفضل من الله سبحانه وتعالى وبدعم المساهمين للمزاد في نسخه السابقة. الأعمال الخيرية اللي احنا نشتغل عليها واحنا نسويها منها أنشطة وبرامج وفعاليات حق الأيتام وحق الأرامل، فنبي احنا نزيد من الوعي في المجتمع ونخلي يشاركنا المسؤولية المجتمعية نفس ما نقول. احنا اول شيء قاعدين ننمي في الطلاب ان شلون يحبون الفن، شلون يطورون في الحس الفني لهم. فهاي الفعالية احنا اشتركنا ويا وايد مدارس شاركونا، وايد جامعات شاركونا هالسنة. فيعني احنا الاهداف مالها ان ننمي، نخلي كل المجتمع، الطلاب، المدارس، الجامعات، السبونسرز، كل من يشارك في هاي الفعالية عشان ينجح. تعزيز المسؤولية الاجتماعية لخدمة أيتام البحرين كان من أهم أهداف حفل المزاد الخيري المنظم من قبل المؤسسة الخيرية الملكية، والذي تزين بحضور عدد من شخصيات المجتمع، وانتهى بجمع أكثر من 400,000 دينار بحريني لصالح الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين في شهر الخير والعطاء.